لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأندية تتويجا على مستوى مسابقة كأس العرش، الجيش الملكي الذي يقود كاتره كرة القدم الوطنية وحصيلة 12 لقب على مستوى هذه المسابقة، آخر وكان سنة 2020، يعني نسخة 2020 النسخة قبل الماضية حينما كان فاز على حساب فريق بورغاس محمد مفيد، ثنائي الارتكاز محمد ربيع حماد العربي الناشي زين الدين الدرايق سيقود سليم خدوات بينه وبين زين الدين الدرايق، الخطا يحتسب من جانب الحاكم المساعد كور من طرف بعيو عادل لهذه اللقطة، أول ضغط مباشر من الكاس الفريق الفاتح على الأمام كرة عبر الأشياء اليمنى العرضية من مفيد وبعيد الكرة يظهر يوسف العمري عرضية فرصة عاصمية خطيرة تكتسب طبعا خطورة جول تيكي تاكا عاصمية واللمسة من ناحية تظهر عبر يمنى ناح يسكن في شباك الحارس محمد معيو يمنح التقدم في حدود دقيقة 15 لفريق الجيش الملكي. هنا بردية المجمع رياضي الأمير مولى عبد الله برباط بناء هجومي كان منظم جميل، بدأت الكرة تدخل الفريق السريع في أجواء المباراة العرضية وارتقاء من طرف الحارس أيمن مجيد يصاب على إثر ذلك لاعب فريق الفتح رياضي سلبات. الكرة فاتشة للنوري يخرج الحارس محمد باعيو وسردات فريق الفتح رياضي تظهر المساحة في الطرف الأيسر من جديد يوسف بن عمرو يغتر العرضية وهذه المرة التغطية تأتي على قاسمي لعب بالنور تظهر المساحة فرصة تكتسي طبعا خطورة تسلل في اللقطة يشير الحكم تسلل على حمزة إجمال بعد عرضية رضا سليم الذي اختار التمرير المباشر عبر من فاتجاه حمزة إجمال وحيد أبرز وإغلب الكرات اللي تتحول لمناطق الفتح الرياضي فرصة لعناصر الرشيش الملكي عرضية خطيرة وكرة حمزة إجمال فوق مرمى الحارس أيمن مجيد أختار أبرز فرصة للفريق العسكري تظهر في حورته مفيد لرضا سليم رضا تمريره خاطئه من رضا مطالب الفتح الرياضي رضا سليم عبر القائم الاول الراسيه هنا فرصه ترتد الكره الارتباك والتسديد لكن كره العربي الناشي الكره لفائده مانويل تلقى من مانويل يضيق عليه الخيار وشومي منظم لعناصر الجيش الملكي عبر الجهه اليمنى التقدم هنا من رضا سليم بعد يرجع الكره من يوسف العمري والايمن امي طويله هناك من الاشياء اليسرى للاستلام من الكابتن محمد ربيع حريمات سقط حريمات الحكم يقول التدخل كان على الكره وليس فريق الفتح الرياضي عرضيه في الخطوره الثانية وداع الثاني رضا سليم رضا تقدم رضا سقط رضا ومخالفه تحتسب لفائده رضا سليم رضا اللي جرب الان الجهة اليسرى لشباك الحارس أيمن مجيد تلعب كرة عبر القائمة الثانية الراسية وبين يدي الحارس أيمن مجيد الراسية العميد محمد ربيع حرمات سالت لفائدة أيمن مجيد يدار محمد مفيد العرضية عبر القائمة الثانية ارتقاء محاولة استثمار الكرة براس بقية الأسماء ونفذ عبر القائمة الراسية ومرت من جديد بردًا وسلامًا على مرمى أيمن مجيد فوق المرمى من جديد عبر العميد محمد ربيع حريمات لاحظوا يقود عبر الرواق الأيسر رضا مشى رضا تقدم رضا والإبعاد من رشوة للسمات في آخر دقيقة الجولة الأولى هنا العرضية هنا الفرصة للخطورة وهنا الخروج من الحارس أيمن مجيد قدم حدراف العرضية من حدراف بعيدا الكرة متابعة من طرف رضا سليم وتغادر الكرة لك فريق الفاتح الرياضي لكن الكرة الأخيرة وجدت عناصر فريق الفاتح الرياضي ماذا هناك مخالفة تحتسب من جديد لفائدة رضا سليم آخر دقيقة وقد تلعب كرة مقوسة راسية الصباشي بعد من جانب الراس لازال فيها الخطورة تسدد ولبعد من جانب فرصة الثانية العرضية عبر القائمة الثانية هناك فتيجة من فتيجة يوسف بن عمري طويلة كرة طلعت
بالعمري كنترول اكثر من رائع من جانب العمري. فرصه بعتين العرضيه، فرصه عرضيه خطيره خطيره، والفرصه من جديد وتغادر الكره. تنفذ في حدود الدقيقه 51 تغطيه من طرف بوتيرو بارغاس. رضا سليم، رضا طويله بينيه اماميه، متى نصر الجيش الملكي، فرصة من الجهة اليسرى عرضية، وحكم يقول مصيره ليس هناك شيء. طويلة أمامية، فرصة لفريق الفتح الرياضي، فرصة الثانية الثانية الثانية، ضاع الثاني ضاع الثاني ضاع الثاني. حمزة النوري فعل كل شيء سوى إسكان الكرة في شباك محمد معايو. تألق قرناس، قرناس يبحث عن العرضية، فرصة خطيرة العرضية عبر القيمة الثانية خطيرة، وضربة مقص جانبية من جانب حمزة النوري، وجدت دفاع لفار، وحمزة النوري يطالب بركلة جزاء لفريق الفريق الدفاعية لإيمانويل إيماني شيموي. ماذا هناك؟ الحكام يمنح مخالفة مرة أخرى لفريق الشيش المركز. إيجمان لزين الدين الدراك، كرة بينية خطيرة، فرصة خطيرة، وتسديدة حمزة إيجمان تمر جانبا عن المرمى من أجل الوصول للشباك. كرة خطيرة، فرصة للسلامة العرضية خطيرة، وأنا بعد من جانب الحارس راني بعد من أيمن ماجد في أول كرة تتصل خطورة من طرف جوزيف جيدي جنادو. استلم راوغ، لم يرتكب الخطأ أيمن ماجد لأنه التدخل كان ذكي لفريق الجيش من أجل التعديل. تسدد فوق مرمى الحارس محمد بعيو، تسديدة المادي قرناس رادا المباغت، ومونتيرو بورغيس هنا تنفذ عبر القيمة الثانية، خروج موفق من أيمن ماجد. حتى عن الاسيست مينا، مينا من تسديدة رضا العرضية من رضا، فرصة ضاعت ضاعت ضاعت، فرصة التعديل للجيش الملكي. حتى عن رضا، كرة في العمق أمامية، انطلاقة ركلة جزاء، يقول حكم المباراة ركلة جزاء. التطلعات والانتظارات هنا، لقطة التدخل، لحظة التدخل القساس يا سمير، ليس هناك ركلة جزاء، يقول سمير القساس. ضاعت ضاعت ضاعت، فرصة التعديل للجيش الملكي. حتى عن رضا، كرة في العمق أمامية، انطلاقة ركلة جزاء، يقول حكم المباراة ركلة جزاء. التطلعات والانتظارات هنا، لقطة التدخل، لحظة التدخل القساس يا سمير، ليس هناك ركلة جزاء، يقول سمير القساس.